من الممكن أن تتصدى المرأة لكل هذه التحديات وتنتزع حقوقها. حرمان المرأة من الميراث موضوع فعلا مهم جدا أنه يفتح. مع كل هذا يقوم بحرمان نساء بيته من حقهم. هم الذين يدفعوا المرأة أو يدفعوا الأم أنها تحاول أنها تطالب بحقها. اللي سلبوا حقها أخوانها. راحت للقضاء والقضاء أنصفها يجون هم ينفذون أصلاً حكم القضاء. هناك فعلاً ظلم يقع على المرأة من خلال حرمان المرأة من الميراث. يأتيكم في الأوقات التالية.